الأهلي يسعى إلى التتويج، أما الزمالك فقد توج بالفعل، فأين تذهب أموال الكونفدرالية عزيزي محمود؟ كلام كتير بيتقال ان الزمالك خلاص بشكل رسمي هيوصل له خلال ايام قليله 2 مليون دولار، اللي هو نظير الفوز بكاس الكونفدراليه. كل الناس بتقول ال 2 مليون دولار هيحلوا ازمات نادي الزمالك الموجوده، ولكن لك ان تتخيل يا هاني ان صعب جدا 2 مليون دولار يحلوا ازمات نادي الزمالك. نادي الزمالك زي ما انت عارف ممنوع من القيد لثلاث فترات بسبب ازمات كتيره. اول حاجه خالد بطيب مطلوب الزمالك يدفع له 2 مليون و400 الف يورو، باتشيكو 450 الف يورو، فرجاني ساسي 750 الف يورو، الاخير مؤخرا كده اللي جت في الاخر كده روي اجواش اللي كان مساعد فيريرا السابق، الجهاز كله الجهاز المساعد كله له 55 الف دولار ولكن اجواش له 26 ألف دولار. يعني ال 2 مليون دولار اللي هيجوا من الكونفدرالية مش هيحلوا ولا أزمة واحدة من يعني ولا أزمة خالد بوطيب مش هيحلوها. كل الناس بتقول إن المجلس بيتحرك إن الأزمة تتحل. بالتأكيد المجلس عايز يعمل زي الميركاتو اللي فات، خلصوا أكتر من 14 أو 15 قضية، نجحوا في التعاقد مع 10 صفقات فادوا الزمالك ولسه هيفيدوا نادي الزمالك، ولكن الموقف دلوقتي يا هاني صعب جدا. على حسب معلوماتي ان المجلس في اصوات بدات داخل المجلس تنادي ان احنا عندنا اولويات. يعني ايه عندنا اولويات؟ يعني ممكن ناجل حته اللي احنا نخلص ازمه القيد ونشوف اللعيبه اللي هي معاره ممكن يرجعوا، حسام اشرف، حمدي علاء، احمد محمود، حد منهم يرجع نادي الزمالك. واولويات المجلس انهم عايزين يهاني يخلصوا مستحقات اللعيبه. لك ان تتخيل اللعيبه ما خدتش الا 25% من قيمه عقودها، مستحقات ماليه متاخره، ده غير ال 25% بتاعت الموسم اللي فات، غير 25% الموسم اللي فات، مستحقات ماليه متاخره، مكافئات بياخدوها بانتظام ولكن مش قوي، مرتبات. النهارده اللعيبه خدت مكافاه، النهارده اللعيبه خدت مكافاه الكونفدراليه وخدت جزء من المستحقات. تمام. مرتبات موظفين، مرتبات عمال. نادي الزمالك عشان نبقى صراحه مليء من الازمات الماليه الطاحنه، ربنا يكون في عون المجلس. انا مش عارف، حاسس ان انت تقصد يعني ان فك القيد مش اول اولويه في الحاجات دي؟ بين وبين. الاتجاه الاقرب والاقوى حتى الان ان المجلس ياجل يفك القيد، عنده اولويات ثانيه زي بقول لك مستحقات اللعيبه، قيمه عقود، مرتبات اجهزه، مرتبات عمال، وعندهم في صفقات الى حد ما الفريق مكتمل، قد ينقص الفريق مثلا مركز او اثنين ولكن ممكن يرجعوا حد من الاعاره، لاعب او اثنين من الاعاره، ويكتفي المجلس بالقايمه الموجوده حاليا ويرجع زي بقول لك حد من الاعاره، وعندهم اولويات يعني كبيره جدا. هم خايفين يخشوا في يعني في ازمات غير ازمه القيد. فالاتجاه الاقرب دلوقتي بقول لك ان المجلس ممكن في اتجاه انهم ياجلوا يحلوا ازمه القيد في الانتقالات دي. امجد، ان شاء الله الاهلي يكسب دوري الابطال، فساعتها يبقى السوبر اهلي في مواجهه زمالك. انا هنا بشاور يعني عشان اخبارك مع الاهلي واخبارك مع الزمالك. كل ما بقول الزمالك بتبص لي توتر كبير. فبالنظر لان